اليوم الاسعار كلش غاليه وما تناسب المواطن الفقير اللي ما عنده الله يساعده. اليوم الاسعار كلها موجوده، مثل الطماطه بألف دينار، الخيار بألف، باذنجان بألف، الفقير ما عنده منين ياكل. الناشد الحكومه بانه يسوون له صرف الدولار، يسوون 120 مثل ما كان سابقا، على الاقل اسعار مناسبه والمواطن يقدر يشتري ويقدر يوفر كل شيء. بالنسبه للغذاء كلها صاعد، كيس الطحين صار ب 40,000 دينار، البيض صاعد، البيض لا تحكي ب 70,000 كرتون. بالنسبه للمواد الغذائيه كيس تمن صار 45,000 دينار، الدهن كله صاعد، فكله صاعد. يعني المواطن ايش ياكل بعد؟ اذا هو يعني ابسط شيء الامور هي الحياة اليومية، المواد صاعدة كلها. الحقول لو عليهم رقابة لا ينزلوه، بس ماكو رقابة من الحكومة، ماكو عليهم. قونية الطحين ب40,000، شنو السالفة؟ وين صايرة؟ كانت ب18,000. يعني هاي واحدة من شو اسمه، والخبز المخابز يوم بيعونه 5,000. لا شاي شاي.